يفضل اي ما انا عارف اصلا انا ما انا عارف. فاحمد حسن كان عامل برضو معاه مشكله كده، كان يقعد يتصل بيه ويشتم احمد حسن وبتاع، فاحمد حسن راح وجابه وعمل محضر ومش عارف ايه وبتاع ويقعد. فانا برضو كنت استغرب الكلام، يعني ازاي يعني، طب ايه يعني، ايه غيت واحد يقعد يرن لك 50,000 رنه في الدقيقه برضو بس. فالموضوع ابتدى يتكرر بقى معايا، فصاحبك جه فتره برضو استلمني، فعرفنا ان هو برضو نفس الواد. فقمت رايح الا اسم، طب اقول لك ايه بقى، وتسمع في الاسم هم بيحكوا لك، وجي ابوه يعيط، وجي مش عارف مين ويعيط، طب الواد هيضيع، طب ما اعرفش ايه، خلاص الواد يرجع مريض مرض، يقعد يتصل ويرن يتصل ويرن يتصل ويرن. يا ابني ده ما انت عايز ايه، هو مش عايز حاجه، هو مش عايز حاجه، هو عايز يقعد يرن لك خلاص ويقعد يرغي معاك. طب انت يا ابني عايز ايه، عايز ايه؟ ففي الناس حياتها طلعت الموبايلات. انا بالنسبه لي ما فيش الموبايل. وبعدين انا ريحت نفسي، قمت رايح مغير الموبايلات بقى، يعني انا غيرت ارقامي كلها وبتاع، لحد ما انت بقى ايه جيت قلت لي ايه، بص كذا واحد بيقول عمال يدور عليا، كل الناس عايز يدور عليا علشان يجيب نمرتي. اشمعنى كنت مش عارف، انا حتى نفسي قلت له طب اجيب لك رقم حد تاني، قال لي لا انا عايز برقم يجيب نمرتي، ومش هيعرف يعني اذا كان انا مش عارف، ما هو مش هيعرف. بعدين هو هيجي يعني انا ما حد مثلا يجي يقول لي نمره وما اعرفش، اقول له انا موجود في النادي كل يوم، تعال لي هنا وانا موجود في النادي كل يوم. قال لي يا عم انت مش هستدي يا عم، حد هديك النمره بس مش هرد عليك وهتزعل، فعلى ايه؟ فالموبايل بالنسبه لي ما بيمثلش. رساله معينه تجيلك على الموبايل ما مسحتهاش لغايه دلوقتي وعجبك؟ لا انا دايما يعني ما بمسحش حاجه، يعني ما تجيليش مسجات غريبه عشان امسحها، على التليفون على التليفون مفيش حاجه خاف منها، فاللي على التليفون على التليفون. يعني على طول لو شفت او حد معين شوف نمرته عمرك ما ترد لو ايه او تكنسل عليه؟ لازم في حد كده ان انا ما ردش يعني تكنسل عليه، انت مش عايز تشوف الاسم. بيحصل بيبقى فيه ساعات ناس غير مرغوب فيها بتتصل بكنسل، وحتى يعني كمان حتى لو بكنسل عشان بيبقى عشان تفهموا ان انت جنب التليفون مش عايز ترد فبتكنسل، انما لو ما ردتش خالص ومن غير ما تكنسل هيقول لك ممكن مشغول اتصل بيه تاني، لما تكنسل والغريب ان انت بتكنسله ويتصل بيك تاني. من اصحابك عملت لهم ديليت من على الموبايل؟ كتير. ليه؟ بيبقى ما في مثلا، بص اقول لك على حاجه، انا اي حد يعمل معايا دقه نقص من مره واحده ما فيش مشاكل، والحمد لله ربنا مدينا دماغ نفكر بيها. يعني ممكن انت بتقدر الظروف وبتبقى عارف مين اللي ممكن يكون تحت ضغط او مش قاصد او كلام من ده، فتعمل اكن ما حصلش حاجه، ومين من اول مره يعني. فلا بتحصل كتير قوي يعني، ما اي حد بيعمل معايا دقه نقص ملوش وجود عندي يعني، لا يلزمني وانا ولا انا الزمه، مش مشكله خلاص. الشخصيه اللي انت على طول في اي مناسبه تمسك الموبايل لازم تكلمه؟ الشخصيات اللي الموبايل معايا على طول كل يوم لازم اتصل بيهم، احمد اخويا، والدي والدتي، المدام في البيت، حازم صاحبي، حازم الحديدي. انا عايز اقف عند احمد اخوك لان انا بجد بجد حد قال لي على ماتشات الطاوله في البيت عندكم مرعب، ده لدرجه ان في ايه واللبس تحديدا في ماتشات الطاوله نار نار والله والله نار نار جهنم، شكل اللبس والقعده خلي بالك هو مش ليدو. بص اقول لك على حاجه، انا هحكي لك الموقف ايه. هو مش طاوله بس، احنا بنلعب كذا لعبه، فاحنا مسمينها ايه كذا لعبه ديت، احنا بنسميها الاولمبيات. والله احنا بنسميها الاولمبيات. يعني اجي اتصل بيا احمد اخويا يقول لي ما مش جاي، ما فيش اولمبيات النهارده. ايه الاولمبيات؟ لا ده الاولمبياد دي ممكن تتلعب كل يوم، ما عندناش اي مشاكل، هم بيلعبوا الاولمبياد كل اربع سنين، احنا بنلعبها كل يوم ما عندناش اي مشاكل. الاولمبياد دي بتبقى ايه، فيها بقى ايه، فيها طاوله وفيها ليدو، عارف الليدو؟ ليدو فيها سلم لغايه دلوقتي ليدو سلم وتعبان؟ سلم وتعبان يعني ما هي طاوله وسلم وتعبان وليدو واونو، عارف الاونو؟ بس هي دي الاولمبياد بتاعتنا. مين اللي في الاولمبياد؟ كم ميداليه لغايه دلوقتي انت؟ لا انا الحمد لله فضل ربنا مكتسح والله، والله مش عشان التصوير بس، انا مكتسح فعلا. ما تيجي كل يوم؟ يعني بص، ما هو بص احنا دايما ايه، احنا لما بنلعب فاحنا دايما ايه بنلعب ثلاثه، بلعب انا واحمد وطارق صاحبي.
فاحنا الثلاثه كده ما بنلعب، فدايما تلاقيني انا ايه اول ممكن ايه اسقط شويه تاني، انما صعب ان انت تلاقيني تالت، دي صعبه قوي. اولمبيات انا اصلا بحب الاولمبيات دي جدا، فما ينفعش، لازم اتاهل، لازم اكسب كويس عشان اتاهل للاولمبيات اللي بعدها. مبسوط من فريق مصر واداء لعيبه النادي الاهلي 3 في الاولمبياد؟ الاولمبياد بتاعتنا مش بتاعتك والله. يعني يمكن الواد احمد اخويا برضو، كنا احنا كنا قاعدين وبتاع، فقاعدين كنا ماتش البرازيل الاولاني، فبيقول لي الثلاثه الكبار هيبداوا الماتش وكده، على احمد فتحي وابو تريكا ومتعب، فبيقول لي الثلاثه هيبداوا الماتش، قلت له ان شاء الله الثلاثه هيبداوا. قال لي وايه وجع قلبه وسافرين لاخر الدنيا عشان يلعبوا ومش عارف ايه، ما احنا بنعمل الاولمبياد كل يوم، ما كنت اجيبهم هنا ياخدوا لهم لفه معانا. اه والله. كنت مبسوط من ادائهم ورايك في منتخب الاولمبي في الاولمبياد؟ والله واكملك السؤال بالمره بقى، ورايك ان اطول بعثه من 34 تقريبا بني ادم ميداليتين فضيتين بس؟ ما انا بص انا مش هقدر اكلمك في النقطه دي، لان يعني احنا مش كل سنه، يعني مش كل دوره بنطلع بنجيب 100 ميداليه علشان تيجي تقول لي احنا ميداليتين بس وبتاع، احنا ده موضوع احنا بنعاني منه من فتره كبيره جدا، فمش هنتكلم فيه دلوقتي. ولكن والله انا كان نفسي ان هم وكانوا يقدروا يعدوا، كانوا يقدروا يعدوا اكتر من كده. يعني اليابان اما كفرقه طبعا كويسين جدا، وصعب جدا ان انت تقابل فرقه سواء من اليابان او من كوريا، بيبقى طريقه لعبهم سريع، سرعات غير طبيعيه، مش السرعات سبرنت لا، حتى التسليم تسلم مش عارف ايه اللف، كل ده سريع. ولكن والله احنا الظروف اللي حصلت في الماتش وطرد سعد دي ظروف ما خدمتش يعني. سعد لو كان استمر في الملعب ما اعتقدش ان احنا كنا اتغلبنا ابدا. وحش ورا وحش. ايه اللي خلاه يطير؟ ما عشان دماغه بقى، دماغه ربنا مسلط عليه دماغه. لا والله يعني هو الظروف مثلا يعني ما خدمتش في ماتش اليابان، والله ولو خدمت وكده كنا ممكن نعمل معاهم حاجه كويسه، وكنا ممكن ان احنا نصعد، ولو كنا صعدنا ما كناش يعني لو صعدنا ما كناش هناخد الرابع زي اليابان ما خدت الرابع، كنا هناخد اكتر من كده، كنا هناخد تاني وتالت، بس ما فيش نصيب. صراحتك جميله دي، كنت تتمنى تبقى موجود في حاجه زي دي؟ لا بصراحه لا، انا دايما ابويا يقول لي بص يا كوتا انت تلعب، بص يا كوتا انت تلعب مع العيال اللي في سنك، فانا احب العب مع العيال اللي في سني. احبش اروح العب مع حد اصغر مني، انا العب مع اللي في سني. من زمان يقول لي كده، يقول لي ما تلعبش مع الاصغر منك. فانا يعني شريطه كلها اصغر منك. لا بس ولادك دول انت لاممهم. انا عايز اقول لك حاجه يعني جميله برضه، زميلنا هيثم مختار في اي لقاء بعمله تلاقيه كل شويه عامل لي بطاريه خلص، بص شايفه يعني مستمتع بالحوار. ما بيعملش كده، ما بيعملش والله كده خالص. اه مستمتع بالحوار بصراحه. بتبص على الميديا كتير وبتبص على البرامج الرياضيه كتير ولا كله بصفه عامه؟ برامج بتتفرج عليها يعني توك شو ولا برامج الرياضية تحديدا؟ والله بتفرج على اللي بيعجبني، يعني اللي بيعجبني بتفرج عليه، اللي ما بيعجبنيش ما اتفرجش عليه، يعني بكل صراحة. يعني في حاجات كتير كويسة وفي حاجات كتير وحشة يعني. ما اكتر حاجة تقول لا والله الواد ده معلم البرنامج ده فعلا كويس ان انا قعدت واتفرجت عليه؟ ما هو ده اللي انت بتقوله بقى، ان انا اقول لا انا كويس ان انا قعدت واتفرجت. اما اقول لنفسي كده يبقى ده صح، يبقى ده كويس، يبقى ده ممكن فعلا مجرد ما تشوف حد معين او موضوع معين تغير على طول. طبعا كتير جدا، يعني انا كتير جدا، وما بتكلمش في كوره بس، انا بقول لك بتكلم في كوره، في اي برنامج فيه ممثل او ممثله، يعني الموضوع دوت الفتره الاخيره على الرغم ان انا ملياش في السياسه قوي يعني برضو، بس في الفتره الاخيره حتى سياسيا من كتر ما حفظنا خلاص الناس وكل ودخلنا في حاجات كتير قوي، بقيت برضو اما افتح التلفزيون اشوف فلان اقول الله، اقعد اشوف بقى اكمل معاه للاخر، اشوف فلان تاني ما اعوذ بالله من غضب الله. ليه بقى الناس في الفتره اللي فاتت دي دخلوا لعيبه الكوره وخاصه لعيبه النادي الاهلي في موضوع السياسه والحاجات دي، وانت زي ما بتقول احنا مش بتوع سياسه ومش قصتنا؟
ما بص يعني هو مش الناس مش هتبطل تتكلم، الناس لازم تدخل هنا وتدخل هنا وتدخل هنا وتدخل هنا. لو ما تدخلتش هيقول لك انت ما بتدخلش وانت سلبي وما اعرفش ايه وبتاع وكده، ولو اتدخلت هيقول لك يا عم انت تدخل، انت لعيب كوره وانت مالك وانت مالكش. والله ما هتعرف ترضي حد، والله اقسم بالله ما هتعرف ترضي حد. وانت راضي عن الوضع يعني؟ انت شايف حاسس ان في زي ما بيقولوا ايه، ان شاء الله البلد هترجع والنشاط مثلا ان شاء الله البلد هترجع باذن الله، البلد هترجع ان شاء الله. يعني احنا مصر بلد عظيمه، ومصر كلنا يعني كلنا هدفنا واحد ان هي ترجع يعني. فخلاص بقى احنا دلوقتي نفسنا ان البلد ترجع ويرجع ويرجع النشاط، وفي ناس ليها حق لازم حقها يرجع. الحاجات دي كلها لو حصلت هتبص هتلاقي الدنيا هديت يعني. انت ناس ماتت جبت لها حقها، الناس هديت، كرة ما بتتلعبش رجعت، الدنيا هديت، هتبص هتخش بقى في النورمال بتاع الحياة بس. فايه اللي يمنع يعني؟ فنقعد بقى بدل ما كل شوية بقى ندعو مش عارف مظاهرة ايه ووقفة احتجاجية ايه ومش عارف ايه، لا نشتغل بقى. لسه بتحب العربيات؟ لا بقى لي بطلت. الحمد لله ربنا، قعدت في مصحة شوية والحمد لله ربنا كرمني وبطلت مرض العربيات ده من زمان. بجد يبقى مرض يعني؟ يوصل فعلا انه يبقى مرض؟ لا معاك كده كان يعني كان معاك كده انت؟ فانا عارف ان انت كنت مجنون عربيات، بتحب العربيات جدا. خلاص ما بقاش لا لا ما بقاش موجود. ايه اللي مستهويك دلوقتي او اكتر حاجة انت بتعملها في الوقت ده؟ الاولمبيات اللي انا حكيت لك عليها، الليدو والسلم والتعبان بعد ما البني ادم بينضج في السن ويكبر، ومش شرط سن انت بيكبر ويخرف ولا ايه؟ والله انت عايز تقول ان انا بكبر وبخرف عشان بقول لك ليدو سلم وتعبان؟ بقول ينضج عيش حياتك. عيش حياتك. لا اله الا الله. مشكله لما الواحد يلعب ليدو سلم وتعبان، وانا بقعد على مثلا الايباد بلعب لعبات متقدمه. احساسك لما التعبان يقرصك وتنزل من رقم 70 يقرص، انت بتقع في التعبان بينزلك تحت. لا بيقرصك ولا حاجه. على فكره انت شكلك ما عدتش على الحاجات دي، انت شكلك ما عشتش. احساسك ايه لما بتنزل من 90 للسبعه؟ ده في تعبان فعلا بينزلك من فوق خالص لتحت دوت. احساسك ايه بقى؟ لا 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 ده حاجة صعبة جدا، حاجة صعبة. بس عارف انت بقى ممكن تلحق نفسك في ايه؟ ان انت لما بتنزل تحت خالص اول سلم بيقابلك دوت برضو اكبر سلم يعني بعد ما بتنزل في التعبان الكبير قوي ده، اول سلم بيقابلك هو برضو اكبر سلم، فممكن يطلعك فوق تاني. بس لو عد بقى انت بتبقى متضايق موت. بس انا عايز اقول لك حاجة، يعني موضوع السلم والتعبان ده في قرص كتير بتقرص. على فكره انت ما فهمتنيش، احنا ما بنلعبش بزهر. سلم تعبان من غير زهر؟ من غير زهر يعني سبعه واطلع على الايباد يا بابا بتضرب. ده جديد على الايباد. لا ما احنا جبنا، احنا نزلنا الالعاب دي كلها على الايباد قديم. احنا نزلنا الحاجات دي على الايباد ليه؟ لان احنا كنا وقعنا مع بعض حتت من القرص، كل واحد يرمي وما بيرميش الزهره كويس. يا عم ارمي كويس، لا انا راميها كويسه. فاحنا نزلنا الالعاب كلها موجوده الايباد، ما خلاش لحد حاجه. ما انت فاكر بيحصل فيه خناقات ولا حاجه ولا؟ لا لا ده على ميه بيضا، مفيش اي حاجه خالص. عاد واتفاق من الاول مفيش الكلام. لا اصل انت هيحصل خناقات ليه؟ ما اصل الزهره خلاص هو تاتش، والزهره بتجيب لك اللي انت عايزه. مش حد لما بتخسر انت ما عندكش مشكله في دي؟ ما انا لما بخسر قليل لما بخسر يعني، وبس لما بخسر عندي روح رياضيه، ما عنديش مشاكل يعني. والله صدقني انا عندي روح رياضيه في اي حاجه، كل حاجه كل حاجه. يعني لو في حد قال لك انا مثلا في حاجه من الحاجات دي، او انت النهارده مش كويس، قالها لك في وشك كده على طول صريحه، ما كنتش كويس، حد من الجمهور مثلا رمى حاجه كده؟ ياما عدت علينا وياما حصل لنا الموضوع دوت. مش فاكر لك بصراحة ماتش وحش بصراحة. عندي ماتشات وحشة كتير قوي يعني. لا 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 ليه؟ أقول لك على حاجة، إحنا مش هنبعد بعيد. أنا عايز أقول لك، أنا أول ماتشين لعبتهم السنة دي في دوري المجموعات، مازيمبي الأولاني ده صفر يعني، ماتش مازيمبي الأولاني صفر. الزمالك يعني بص إيه، ها بس يعني مش أنا خالص، بس يعني إيه هقول أحسن من مازيمبي لو قارنت مع مازيمبي. لا تشيلسي اللي فاتها أربعة بصراحة يعني كانت هي تعتبر بداية الموسم بالنسبة لي يعني، ما كانت ماتش كان كويس الحمد لله وربنا وفقني وعملت جوان وكده، وكنت حاسس ان انا فايق وكده. فلا انا بسمع من الجمهور حاجات كتيرة وما بتضايقش ابدا يعني. ما بص طول ما انت بتتكلم معايا بذوق وبأدب وبتاع، مثلا لما تيجي يا كابتن مالك مش مظبط بتاع كلام من ده ما اعرفش ايه،
ماله، انما ماشي مش واحد حاجه يقول لي يا عم انت مالك زي الزفت كده ليه، وانت مالك مش عارف انت، هيجي يعمل لي كده